عملتي ايه لما قالوا لك ان والدتك اتوفت؟ هو انا ما كنتش مصدقه، كنت حاسه ان انا من كتر الحاحي الشديد ان انا عايزه اشوفها وعايزه اطمن ما عليها كنتيش حاسه يا منان؟ لا خالص، انا كنت دايما والله بدعي لها في كل اذان وكل وقت. كانت انا وخالتي كنا في نفس الغرفه مع بعض، كنا بنقعد ندعي لهم جامد قوي، لان احنا كنا شايفين احنا فينا ايه، فكنا بنتوقع هم كمان اكيد اتاذوا قوي كده زينا، ويمكن اكتر اللي هم فضلوا فتره اطول جوه، فكنا بنقعد ندعي لهم قوي ونعيط. واول ما يجي زياره لينا هم عاملين ايه؟ طب هم طمنونا. بابا يقول لي ماما تعبانه قوي يا منال، ادالها عملت عمليه وفشلت، منال ماما تعبانه قوي. كان دايما بيمهد لي ان في تعب، بس انا برضو مخي عمره ما وصل ان في موت، ما يعني في استوعبش. تعب بس عمره ما في موت. فكان صعب جدا ان انا استحمل او اسمع الخبر ده واتقبله، ما كنتش متقبلاه خالص. كل الباب ما يخبط ماما جت، ماما يا روح خلاص قلبي يا يا منال، روح قلبي يا روح قلبي. ماما في مكان تاني، ادعي لها ماما محتاجه الدعوه دلوقتي يا منال، ماما دلوقتي في مكان احسن بكتير من اللي احنا فيه، ادعي لها. فكان دايما بيصبروني بالكلام ده، كلام ربنا، كلام ربنا فعلا ونعم بالله. صبرني كتير قوي طبعا قوي. اختبار صعب. طب اكيد لجأتي لدكتور نفسي ولا لا؟ هو ده كان فتره كنا لازم نبقى محتاجينها في فتره التأهيل النفسي. قلت له عايزه ايه؟ يعني كنت بتتكلمي معاه في ايه؟ كنت بتكلم معاه ان انا هو انا اللي حصل لي ده شيء طبيعي، ولا انا طب انا اعمل فيه ايه، طب انا اتحمله ازاي. كان برضو بيلهمني ان منال انت جواكي حاجات كتير حلوه قوي هنشتغل قوي عليها قوي. ده انا شايفاه بقى، انت بقى ما شفتهاش، ده في حاجات تانية انا هقولها لك، في حاجات تانية هتكتشفيها مع الايام.